السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا كنعاودوا القصه نتاع دوك الناس هذوك كيفاش المشاكل ديالهم. هنا داك السيد اللي مشى للحبس اللي ضرب امه، راه ماشي ضرب امه، كان عنده نزاع هو وخوه. الوقت اللي جات امه تفكهم جات فيها الضربه هي سبت لها في الموت. بقى داك المسائل ديال النزاع بعضياتهم بين الخوت بعضياتهم، بقى داك النزاع. دهوز هذاك العده ديال السجن ديالو، الوقت اللي خرج كان هو باغي باش يفني خوه. في الحياه اللي كاينه عنده بالله باغي هو يحيد خوه من الطريق ديالو. البارح وقع النزاع بعضياتهم، شرب الفاني ديالو، عطاوه شي كيسان شربهم ديال الشراب ولا داك الشيء الفعل، وبغى يقتل خوه. الوقت اللي بغى يقتلو صدق الاخر زرب عليه قبل ما يزرب عليه. هنا فين طاحوا؟ هنا فين بقى طايح؟ في هاد البلاصه هادي. عيطنا للابيلانس ما جاتش، هاي عيطنا للسلطه، جات السلطه هي اللي فكت المشكل، وبقى السيد تما طايح حتى لواحد الوقت من با كنت تقريبا شي ساعه ونص هو طايح، شي ساعه ونص حتى داروا عليه الناس اللي زاروا وغطاوه وما عرفتوش دابا مات اولا عايش. وهذاك السيد الصباح يلاه قبطوه اليوم، كان في حالات فرار يلاه تشد اليوم، اليوم الصباح اللي تشد باش ينشا. هاد الجرائم هادي فاجعه، ان هادشي هذا ماشي ديال الحي هذا، وهادشي اللي تيوقع راه بزاف، ماشي غير هادشي اللي وقع، ماشي غير الجريمه هادي، جريمات هما متعدده، ماشي غير هادشي هذا، ان هادشي هذا خايب بالنسبه لينا حنا الاسلام، بالنسبه لينا حنا الناس مواطنين ومسائل كذا، اللي عشنا في واحد التاريخ، هادشي ما عمرنا وعينا فيه، ما عمرنا شناه، ما عمرنا شناه بلا ما تيقتل خوه ولا بلا ما تيقتل بنادم، صاحبك وتجي تقتلو ولا تطعنو بموس ولا كذا، وان هاد الناس عندهم الروح عاديه. علاش ولا عادي عند الناس؟ الموس عنده عادي يضرب بها، لأن علاش ما كاينش شي حاجة اللي هي تحكم شي سلطة اللي هي معنوية؟ شي كون شي صريم شي حكم صريم راه الناس ما غاديش الجرائم. وبنادم على حاجة بسيطة يجي يحيدك البياسة ديالك مش عطيها له، كيشد موس تيزرب عليك يخرطك. يعني ولات عادي جدا داك الشيء، ولا عندنا بحال غادي نتغداو مطيشة ولا نتغداو بطاطا ولا نتغداو خيزو. عادي الروح، الروح ولات عندنا عادية، والضرب والجرح عندنا عادي. كنيسة الزهران كما كتشوفوا هذه الجريمة البشعة اللي وقعت في المنطقة ديال بنزركاو جريمة خطيرة جدا عندها أولها الجبين، لأنه شنو نقول لكم جريمة خطيرة جدا. كنطالبوا مازلنا نطالبوا بالأمن الدرجة الأولى في بنزركاو، لأن هذه الجريمة اللي وقعت هو جريمة تقريبا وموضوع قديم ما بين أشقاء، لأنه وقع واحد المشكل ديجا قديم جدا، كانوا تضاربوا وكانت الام ديالو دخلت باش تفك النزاع وماتت عن طريق الاخ الخطا، واحد فيهم قتل امه اللي دوز العقوبه الحبسيه تقريبا شي 20 سنه ولا 16 عام. المهم فاش خرج الناض عاود ثاني مشكل ما بين خوه ابو خوه، بدا النقاش بيناتهم، راه وقع اللي وقع جريمه خطيره جدا. ما راه الناس تصدموا، الساكنه تصدموا، ما كانوش كينتظروا هذا الشيء، انك تشوف جريمه وحدك تشوف الانسان كيموت حداك. خصنا اجراءات جذريه من طرف الامن، انه يضربوا بيد من حديد، ونطالب بدائره امنيه في وسط مركز بنزركاو. حنا نطالب بالامن، الامر ما كاينش صراحه، قليل الامن، راه كيطرق هنا الجريساج، كيوقع الضرب والجرح، كيوقع شحال من حاجه. من بعد فاش ضربوا السيد راه هرب، راه على ما اظن انه راه الامن دابا جاوا باش يديروا مصرع الجريمه، راه تم القبض عليه اليوم. راه هما غادي يديروا مسرح الجريمه، والله يحفظ اللباسه ودي هذا الشيء، راه خطير بزاف، راه ما بقاش كيفرح. كنتمناو من الشباب يجمعوا رؤوسهم شويه يدرسوا الواقع ديالهم، لان هذه المنطقه راه ولات خطيره جدا. حنا راه كنخرجوا بولادنا وخايفين، ما بقينا عارفين اش غنديروا، وكنتمناو من السلطات المعنيه تدخل من هذا صاحب الجلاله كذلك سيد الحموشي يتدخلوا، راه هذه الافه راه خطيره، ولا الشباب راه مشى مع المخدرات ولا كل شيء كيهز السلاح ولا وكوك عباد الله. نتمنوا هادشي ما بقاش يضر منطقة بنزركاو، منطقة زوينة راه فيها الناس، فيها أدباء، فيها ثقافيين، فيها فنانة، فيها الناس زوينين، باش ما تاخذوش واحد الصورة أن بنزركاو خايبة. بنزركاو زوينة، راه أي منطقة في العالم بنزركاو لابد أنه كيكون إجرام، كيكون كذا كذا إلى آخره. وهذه رسالة ديالي، نعاود ثاني نقول نطالبوا بدائرة أمنية في منطقة بنزركاو المركز. المهم كما قلت لكم أخوتي، هذا السيد هذا هو وخوه، هما راه كاينين ربعة الخوت، كانوا ديجا ضربوا واحد الجوج، وواحد ضرب واحد الكرشو، صدق داس الضربه لمو، صدق قتل امو، ضرب خوه وقتل امو، مشى دوز تقريبا تحكم 30 عام، عطاوه دوز 24 عام وخرج. فاش خرج هاد خوه هذا كان تيقول اودي راه غادي يخرج خويا غادي نقتلو، غادي نقتلو انايا، وغادي نمشي ندخل انايا ببلاصتو. وبالفعل داكشي اللي دار، شهرين دابا هادي باش خرج،
صافي حتى كيتربص له خو ضربوه في الدار اللي عاد فين كنا دابا وجا كمل له هنايا حدا القوف الزول. السبب ديالهم راك عارف داكشي غا عائلي داكشي غا عائلي يقدر يكون الوارث يقدر مع تبارك الله عندهم ثروه كثيره هنايا في ودابا بقاو جوج دابا جوج دابا راه حسب جوج ماتوا واحد راه مات وواحد الاخر راه مشى للحبس بقاو جوج اخرين هنا راه المهم عائله راه كدايرين من بكري من بكري كدي لا شدوا هذا الصباح هذا شدوا واخويا بقى فينا الحال والله الا بقى فينا الحال راه جايه قطحه شي شويه باش عائله غبيناتهم ماشي كون كنقولوا غا مع البراني ولا مع ماشي مشكل دابا عائله انت كتشوف راه والله الا بقى فينا لا تاسفنا بزاف اصح تجرحنا والله الا تجرحنا بالله كيفاش كانت المعامله ديالهم؟ المعامله ديالهم هما اصلا من الديبار شي شويه ماشي والو ما كيفاش؟ لا على حساب هادشي ديال المهم ما متفاهمينش بعضياتهم هما اصلا ما متفاهمينش بعضياتهم في المعامله ديالهم مع الناس الشارع مع الشارع الله يعمر هضر غابيناتهم اما مع الكل هنايا بخير ما تشوفهم ما راه تقول ما يحركوش البيضه على الدجاجه ديالها ولكن بيناتهم اخويا ما نعرف داكشي واش من عند الله ولا من عند العبد ولا لا حول ولا قوه الا بالله. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.